حذرت الولايات المتحدة السفن المبحرة قبالة السواحل اليمنية من خطر وقوع هجمات لتنظيم القاعدة مماثلة للهجوم على المدمر الأمريكي كول الذي وقع بخليج عدن عام 2000 وأودى بحياة 17 بحارا أمريكيا. وكانت السلطات اليمنية أعلنت قبل أيام أنها ستشدد إجراءاتها الأمنية على المناطق الساحلية، وذلك تحسبا لهجمات انتقامية من القاعدة.